السيدة منى حسين، هي مؤسسة مكتب منى حسين ديزاين هاوس، وهو من أشهر المكاتب المصرية للهندسة المعمارية والديكور واللاندسكيب والأساس، ونفذوا أكثر من 450 مشروع على مدى 30 سنة بقيادتها في مصر والعالم. تصميمات مبهرة وديكورات مذهلة وخامات ممتازة، وعشان كده أرقى المنشآت في مصر من تصميم مكتب منى حسين ديزاين هاوس. السيدة منى حسين شهرتها كبيرة جداً، وهي بجدارة مصممة بيوت المشاهير والأسر الراقية جداً والفنادق الخمس نجوم والمطاعم الكبرى، سواء في الجونة أو القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد أو الساحل الشمالي وغيرها. ولما بتبدأ الإشراف على التنفيذ بصفتها ممثلة المالك، مفيش حاجة اسمها هدر في الخامات أو خطأ في التصميمات المعمارية أو الديكورات أو حتى عدم التزام بالمواعيد، كل حاجة محسوبة وبدقة شديدة جدا، وبالتالي التكلفة بتبقى حقيقية ومستحيل يبقى فيها أي زيادات رغم الجودة المذهلة والذوق اللي ملوش حل فعلا. وخلي بال حضراتكم، السيدة منى حسين متخصصة في التفاصيل وبتنفذها باحتراف وذكاء، وبتحترم الخامات اللي بتشتغل بيها وعارفة تستخدمها في إيه وإمتى وإزاي، وبتمتلك مكتب هندسي محترم في أكتر من 50 مهندس مبدع من ولادنا، شباب زي الورد، اديتهم الثقة والرعاية والتدريب فأبدعوا بجد ويقدروا ينافسوا النهاردة المكاتب العالمية ويتفوقوا عليها. أول ما طلبنا نقابلها وصلنا في الموعد اللي حددته بالثانية في بيت رائع بالشيخ زايد، هي اللي صممته، لأن المعروف عن السيدة منى حسين التزامها العنيف بالمواعيد في حياتها الخاصة وشغلها، والمفاجأة إنها بتشتغل بنفسها وبإيديها. تعالوا نقابلها. أنا أقول لحضرتك على حاجة، أن أنت واحدة من أهم مصممين الأساس والديكور في مصر. دايماً اللي بيدور على الذوق بيدور على السعر كويس جداً، بيدور على الفينش الحلو، لازم بيدور على السيدة منى حسين. خلينا نبدأ من البداية، اتجهت الاتجاه ده إزاي؟ بعد ما تخرجت واشتغلت 10 سنين في مجال الادفرتايزنج ومجال الإنتاج بتاع الفاشن، أنه ابتديت برودكت ديزاين، كنت بعمل ديزاين لللايتينج وبرسمه، وبعدين أخده للورش أصنعه. أنت اللي بترسم وحدات الإضاءة دي؟ كله. وعندي ورشة كانت في أرض اللواء، وأصنع الحاجة بقى عند مصنع الأخشاب، عند الرخام، فكانت لايتنج بماتيريالز مختلفة. وفي الورشة عندي بنعمل الكهرباء والشابوهات والكلام ده. بعدها دخلت في معرض لمارشي، فأستاذ طريق نور مهندس سميح ساويرس قالوا لي، عجبهم قوي الستاب وقالوا لي محتاجين في شغل ديكور، عجبنا الطريقة اللي انت عملت بيها الديزاين. ومن هنا من برودكت ديزاين دخلت للانتيري ديزاين. احكي لنا وصلت لده ازاي؟ بص، البداية كانت ان الواحد مهم قوي يبقى المايند سيت ان هو يبقى لازم يبقى بروفيشنال. فلما دخلت في الديكور كنت بروح لمكاتب ترسم لي الرسومات بتاع التنفيذ الحاجات دي. فالواحد عشان ينجح لازم عوامل مختلفة تبقى متواجدة، أولهم أولاً الواحد يبقى بيحب اللي هو بيعمله ودايماً بيحسن فيه ودايماً عمره ما يحس إن هو في comfort zone أو يعيد نفسه، ودايماً يستعين بتيم يعلمه ويكبره عشان يكبر معاه. حضرتك شخصياً بقى وصلت إزاي لمرحلة إن المنتج بتاعك دايماً الفينش بتاعه حلو، الجودة محترمة جداً، الحاجة اللي موجودة في الرسم اللي أنت بتدهولي كصاحب المكان دي اللي بشوفها فعلا؟ انا يمكن عشان بحب التفاصيل فبهتم جدا ان الديزاين باكج تبقى تفصيليه. على مر السنين في 30 سنه او 31 سنه دول كل شويه الديزاين باكج والمانيوال بتاع الديزاينرز اللي احنا بنرسم بناء عليه عمال بيزيد، انه الاكسبيرينس بتاعت الحاجه والاشراف على التنفيذ بتخلينا بنتعلم ايه الحاجات لازم ناخد بالنا منها، لازم تبقى واضحه في الرسومات عشان ناكد ان احنا هننفذ صح. فإحنا بنشتغل كتيم بنعمل المراحل الرسومات دي، وكل رسوماتنا فيها كل التوصيفات،
يعني ما فيش 3 دي بنحطه الحاجة اللي موجودة دي مش موجودة أو ما تنفعش تتنفس. دي نمرة واحد. نمبر 2، في حاجة اسمها Design Development Package، هي بعد ما بنعمل 3 دي في باكج تنفيذية اللي هو المقاول بياخدها بينفذ عليها، تبقى أدرسين كل الألمنتس الموجودة في الديزاين، الأرضيات، كهرباء، الحوائط، الأسقف، حمامات، المطبخ، كل ده. وكل جزء ده لباكج رسوماته مع الموردين، مع الكود بتاع الخامات المستعملة، فبتبقى كل حاجة واضحة جدا، وبتساعد إنه المقاول يعرف يسعر بناء على حاجات متوصفة صح. أنا جاي لحضرتك دلوقتي والبيت بتاعي تعبت فيه، فيه شقة عمري هو كده شقة العمر كله بتحط في البيت ده اللي هو الفيرست هوم، وعايز أبدأ الديكور بتاعه، إيه المرحلة دي؟ تكلمين عنها وبعد كده هنتكلم على مرحلة التأسيس أو الأساس. طب المرحلة بتاعت البيت، أول حاجة إن إحنا بنقعد مع كلاينت وبنديهم كويستشنير، فبيبقى صاحبة البيت أو صاحب البيت الاثنين مع بعض بنسألهم أسئلة عن كل أوضة، مقاساتها، متطلباتهم، مقاس السرير، بيحبوا إيه ما بيحبوش إيه، فدي بتبقى بنلم كده معلومات مهمة جدا، تبقى الميتينج ده ساعة ساعتين بناخد منهم الكلام ده، وبنحدد وقتها الطراز اللي هنشتغل عليه بالضبط، والألوان اللي بيحبوها وما بيحبوهاش، واللوك ان فيل والستايل والإيرا اللي هم عايزين يشتغلوا بيه. بعد كده بنحدد معاد اسمه concept presentation. concept presentation بيبقى فيها الفكر بتاع الديزاين، بيبقى فيها reference pictures، فيها material board، فيها elements، فيها fabrics، فيها أشكال للعفش، وبنقدمها للعميل وبتبقى extensive presentation. ده أول مرحلة. تاني مرحلة الschematic بعد كل ملاحظات العميل وكده لحد ما تبقى approved، بيبقى 3Ds، فالعميل بيشوف، فبتلاقي before and after، يعني الـ 3D وإحنا بننفذ كده على هذا الأساس. بنخش في الـ Design Development Package اللي بنديها للمقاول. المقاول بيسعر، بندي لكذا مقاول بيسعر، والكلاينت بيقعد مع المقاول وبينقي واحد منهم. يعني أنا بقى بتعرف على التسعير بتاع المقاول؟ ونعمل حاجة اسمها Value Engineering، ممكن الكلاينت يقول لأ أنا عايز أقلل البادجت شوية، فنبص إحنا والعميل والمقاول نشوف إزاي نقلل البادجت. بعد كده يبتدي مراحل التنفيذ واحنا بنشرف على المقاول، ولما بنشرف على المقاول، المقاول ساعات ممكن يعمل حاجة غلط أو حاجة مختلفة، أو لازم يجيب عينات نعتمدها زي الرخام والحاجات دي، لازم مستخلصات نراجعها، فاحنا بنمثل العميل نقول لأ ده ما تسلمش، ده تسلم، ده ممكن يتصرف فلوس المبلغ ده، ده ما يتصرفش. ده بالنسبة للعملية الديكور في البداية. طب الأساس بقى، خلصنا الموال الأكبر، السباكة والكهرباء والمحارة والبتاع والتوضيب والأرضيات والرخام والكلام ده كله، عملنا بيت إلى حد ما واضح صح؟ بينور صح. بالأساس والإكسسوارات والإضاءات تبدأ تخطط لها إزاي؟ دي بتتخطط من الأول من الكونسبت بريزنتيشن. إن التيم بتاع الديكور، الحيطان والحوائط وكده، بيشتغل وبيشوف الكرياتيف مع التيم بتاع العفش، وهم الاثنين بيعملوا اول برزنتيشن بتاعت الكونسبت، وهم الاثنين بيعملوا ثاني برزنتيشن بتاعت التريتيز. وانس المقاول ابتدى يشتغل، احنا بنكون اوريدي خلصنا للعميل البيو كيو بتاعت العفش. وانس الحاجات عجبت نبتدي نحط الاسعار بتاعتها. طب ما عجبنيش ومحتاج حاجه على دماغ انا، وهنضطر نروح لمصنع اساس، ما فيش مشكله، احنا بنعمل برودكت ديزاين في محلي، البراند اللي احنا عملناه بيرسموا البرودكت، وبنشوف أني مصنع أو أني ورشة من الموجودة نتعامل معها مستعدة تعملها، تعمل كوتيشن للعميل بيوافق عليها، داون بيمنت بتتعمل وبتتنفذ الحاجة. خلي بال حضراتكم، السيدة منى حسين مؤسسة مكتب منى حسين ديزاين هاوس، شريكة في أتيليه روش بوبوا الفرنسي للأساس والديكور في مصر، وده بيعرض منتجات بتتميز بفكر مختلف ومنتشر في العالم كله. كمان هي زي ما قلنا متخصصة في التفاصيل، ومفيش قطعة موجودة في تصميماتها إلا وهي فاهمة ومحددة مين المورد ليها، وبأعلى جودة وأفضل سعر، وكفاية إنها حتى العلامات الإرشادية الخاصة بالفنادق والكرة السكنية والسياحية والمطاعم هي اللي بتصممها بنفسها، يعني تدخل المكان عارف انت رايح فين، ملهاش حل. خرجت برا مصر ولا لسه؟ خرجنا البيت السعودية، الإمارات، عمان، بحرين، أوروبا.
صممتي؟ عملنا في أوروبا، عملنا يوتس مراكب وعملنا شقق، وفي السعودية وفي البلاد العربية عملنا سيلانترو، في المغرب كنا شغالين مع أوراسكو. سيلانترو حضرتك اللي صممت كل الفروع بتاع الفكرة نفسها؟ كانوا 50 فرع لما كانوا owned by المجموعة الأولانية. والمجموعة الثانية عملنا بجزء معهم، ففوق 50 فرع. حضرتك جات عليك فترة كان معروف قوي، احنا نعرف بعد على فكرة، وانا اعرف حضرتك من حوالي مثلا 15 او 20 سنة، فالفترة دي حضرتك كنت الوكيل لروش بوبوه، صح كده؟ انا واحد من البارتنرز، وده واحد من اهم مصممين الاساس في العالم، هو فرنسي وكان موجود في مصر هنا، فاستفدنا منه ايه؟ احنا خدنا توكيل روش بوبوه لانه براند عالمي، وبرضه السهل الممتنع، وكان عنده حوالي 300 فرع في جميع انحاء العالم. بس تستغرب ان ده براند ديزاينز مش تنفيذ، ما عندهمش مصانع، يصمم بس. روش بوبوه علمني حاجات كتير. قابلتيهم شخصيا؟ طبعا. هما طبعا اتنين، صح كده؟ هما في مرتين في السنه بنروح نعمل الكولكشن الجديد. طب احنا استفدنا حاجه من وجود تصميمات عالميه زي دي في مصر؟ طبعا، يعني في مصممين كانوا بيجوا وحضرتك كنت بتوريهم التصميم، الفينش بتاعه، استخدام الخياطه اليدويه. بس كل مصممين مصر جم روش بوبوه، وانكلودنج ماي سيلف، ان انا كنت بذاكر واقلب الكنبه واشوف عملوها ازاي ازاي دي، شوف التفاصيل بتاعتها. بس ده هم كان نفسهم كانوا بيعلمونا وبيقولوا لنا المواصفات، وكل حد المواصفات، النسب مهمه جدا، وازاي كان كل 6 أشهر تبص تلاقي لاينز مختلفه. وتعلمت حاجه مهمه قوي بالنسبه للبراند، الواحد لما يعمل اي براند، البراند بتبقى 10% منه الديزاينز مش بيجيب فلوس، مش بيجيب فلوس، فلوس بيجيب شهره. حضرتك النهارده مسؤوله عن عمل قومي عظيم قوي، محلي. محلي ده عباره عن مجموعه من المصممين الشباب ابدعوا وسلموا لحضرتك تصميماتهم، عملت لهم علامه اسمها محلي، وبدانا نعرض منتجاتهم فيها. بس هو مشوار طويل شويه. طبعا بدا قبل الثوره ب 4 أشهر، 2011. القاهره الجديده. ايوه، في ديزاينوبوليس اللي هو اسمه ووك اوف كايرو دلوقتي. قعدنا فيه سنين لحد ما اتقفل، بس محلي حصل له ريفايفل لما نقلت فوتو واي وخدت محل ريتيل شوب. المحل ده ادالنا بقى فيه رجل اكتر، وحطينا مور ديزاينرز، لانه الديفالويشن وحكايه الجنيه المصري مع اسعار الحاجات بره حمست ناس كتيره قوي، خصوصا شباب، خصوصا بقت الجامعات فيها الارتس والبرودكت ديزاينز والحاجات دي، انه يبقى في شباب بيعمل برودكت ديزاين. فابتدت تبقى في حاجات كويسه موجوده، لقيناها على انستغرام، فابتدينا نكلم الناس دي، انتوا عندكم حاجات حلوه عايزين نعرضها في تحت البراند محلي، وسميناه محلي عشان يبقى كل ديزاين يقول ده محلي، انا حاجتي في محلي، وانه هو محلي، انه هو متصنع في مصر. ابتدينا بالموضوع ده وقاعد عمال بيكبر. دلوقتي عندنا فوق 25 ديزاينر، واحنا بنعمل اور اون ديزاينز وبنصنعها برضو، لكن بنعمل كيوريشن ان احنا بنعمل مود وثيم للكولكشن الجديده، بنبعتها للديزاينرز اللي بيحطوا حاجتهم، وهم بيطوروا البرودكتس بتاعتهم، ودي الحاجه اللي انا اتعلمتها من روش بوبوه. السيده منى حسين مؤسسه مكتب منى حسين ديزاين هاوس، نشات في اسره عندها تقاليد صارمه، الاب هو الدكتور ضياء محمد حسين، طبيب اطفال عليه رحمه الله، والام هي السيده صافي ناز سليمان، وتفرغت تماماً لرعاية أسرتها وبناتها، لكن كانت فنانة تشكيلية بالفطرة، بتحب الرسم وتصميم الملابس، ويمكن هي اللي شكلت وجدان السيدة منى حسين وخلتها دايماً مبدعة في أعمالها. أما أسرة منى حسين فهي صغيرة ومكونة من بنتها الكبرى زين وابنها علي، أما زوجها السيد أشرف محمود فهو مستثمر في قطاع صناعة السكر. دلوقتي هتكلمنا عن حياتها الخاصة. عايز أكلمك طبعاً عن الأسرة، سواء الكبيرة أو الصغيرة. احنا عندنا الأسرة الكبيرة 50 مهندس شغلتهم يصمموا ويبدأوا، وعندنا الأسرة الصغيرة زين وعلي ربنا يحفظهم لك. احنا خرجنا في الأول دور جمال إبداع، يعني
وطول ما انت واقف عماله تبدلي اماكن الوحدات اكيد دي عين مدربه على الجمال، صح ولا لا؟ اتدربت ازاي؟ يعني خبره سنين، والواحد دايما بيعلم نفسه، يعني دايما بيشوف كل ما هو جديد سواء جوه مصر او بره مصر. ولما بنيجي نشتغل لازم بنعمل options ونعمل circulation كده، ولا circulation طب لو عكسنا القاعدة يمين بدل شمال، لو البول هنا. فكل التجارب اللي بتحصل دي على الورق بتوصلنا في الآخر إحنا ومع العميل إلى أحسن حل ممكن. خلينا نتكلم عن والدتك ووالدك. الوالد كان شغال إيه والوالدة كان شغال؟ الوالد كان دكتور أطفال، والوالدة كانت ربة بيت. ربة بيت. كانش عندها هواية في البيت معقول؟ لا، كان طول اولا تطبخ احلى طبيخ. السهل الممتنع. حب كده بتطبخ طبعا. وهيلثي من زمان هي يعني، وكانت كل حاجة بتعملها لنا يعني كل بلوفراتنا لبسنا كل حاجات، كانت ترسم لبابي حتى لو واحدة تحط في العيادة عنده. هي كانت شاطرة قوي بإيديها. اتعلمتي منها الجمال اللي بيقول كده. صح ولا لا؟ طب نتكلم على الأسرة الصغيرة الأول. زين وعلي، مين كل واحد درسته إيه هوايته إيه؟ بنتي درست في جامعة أمريكية ماركتينج وديزاين، هي متخصصة عندها شركتها اسمها The Wonder Agency، متخصصة ريتيل ديزاين. علي؟ علي درس في جامعة في أمريكا إنديانا بيردو، درس سبورتس مانجمنت. اشتغل النهارده فين؟ اشتغل في دبي في السبورتس، وجا في مصر حاليا شغال في ألمازة، وإيفنتشلي هيركز أكتر في السبورتس. اتحركنا من الشيخ زايد للقاهرة الجديدة عشان نزور المكتب الهندسي الخاص بالسيدة منى حسين، وبجد بتتابع فيه أدق تفاصيل مشروعاتها، وهو ملحق بيه مكان ضخم اسمه محلي، وبجد كان مفاجأة كبيرة لينا لأنها بتعرض فيه منتجات حوالي 25 مصمم مصري للأساس والإكسسوارات والإضاءات والديكور وغيرها، وكلها منتجات راقية لدرجة مبهرة ومتصممة بعبقرية المصريين، وفي شروط لعرض منتجات شباب المصممين وأبرزها تأسيس شركة عشان تضمن أنهم بدأوا طريقهم الحقيقي كمصممين محترفين. تعالوا نعمل جولة في محلي، بجد مبهر. هنا احنا في محلي دلوقتي. دي تصميمات مصرية؟ كلها. برافو. بس في توجيهات من حضرتك فيها يعني اعمل لي ده؟ لا. ولا هم ده ابداعهم هم الشباب؟ لا، هم اصلا ابدعوا واحنا نقيناهم، ولما بنيجي نعمل كولكشن جديدة بنديهم concept of color scheme وكده عشان ياخدوا موديلاتهم يدوها تويست جديد. لكن هم اصلا يعني الازاز ده مصري؟ النفخة ده مصري؟ الألوان دي؟ أيوة، إحنا ديناهم إنسبيريشن برضو، بنحاول يعني بنشتغل ككيوريتر، بنشتغل مع كل اللي هم مصنعين، في منهم الحاجة حلوة وجاهزة عندهم، في بنحاول نطور كل شوية، فده كله إزاز ماوث بلون مصري كله. الحاجات دي أنا بعتبرها روح البيت، خلي بالك دي اللي بتنور البيت. بالضبط، دي الأكسسوارات اللي بتحلي الدنيا. وحاجات دي غالية بقى ولا أسعارها حلوة؟ لا، مدرين. هنا بقى عندنا حاجة كمان interesting جدا، واحدة عندها البراند اسمها شال هوميج، دي خدت جايزة في ألمانيا، هي بتلم قشر المكسرات والبيض والحاجات دي وبتعمل منها، ده كله biodegradable، تعمل منها حاجات زي دي الأبليكات. قشر؟ مش فاهم، قشر بجد؟ قشر العين جمل والفستق واللوز والبيض، يعني بتلم القشر يعني تعمل خلطة منهم يتخلط وتعمل بيه ده وياخد ألوان، وعاملة قرص ترابيزات، بس ده ما بينفعش outdoor. الإضاءات
والبضاعات دي برضو كلها مصريه صح؟ مش حاجه هنا ده كذا شركه مفيش حاجه هنا مش كيلوس مصريه عندنا سال وعندنا ايه الحاجات أوبال. الحلوه دي أوه. ايه الحاجات الحلوه دي اوبال ايه ده كله حلو ده كله بالباكجينج حلو جدا تقدر تاخد الحاجات دي هدايا ودي بيتحط فيها شمعه فلذيذه والكبيره دي زي اباجوره اباجوره بالظبط حاجه وانت عملتوا الرخامه دي ازاي دي ووتر جيت الازاز دخل في الرخام ازاي ده ووتر جيت ده مع مصنع مرمونيل عملناها دي مخامه تحت وفوق طب السانش ده اتعمل ازاي الازاز هو بقى شطرت انه بيبقى خارم في الازازه وحتى في الرخامه بتسقط فتثبت المكان السيدة منى حسين مؤسسة مكتب منى حسين ديزاين هاوس ربنا خلقها مبدعة بجد بدون مبالغة عينيها بتشوف الجمال وبتقدر تظهره في أي تصميم في مشروعاتها وعشان كده بتشتغل مع شركات تطوير عقاري عملاقة زي السودك وهايت بارك والجونة وتطوير مصر وبالم هيلز والأهل صبور ومصر للإسكان والتعمير بجد تستحق النجاح